السلام عليكم. مرحبا بك محمد، عيد مبارك سعيد علينا وعليك. الله يحفظك. عيد مبارك سعيد اليوم بالإفطار، وجدوا لنا السي معاذ. ياك عليكم السلام، تحياتي السي معاذ. الله يحفظك، الله يحفظك، بارك الله علينا وعليك، تقبل الله. المهاجرين المغاربه وجميع العرب اللي كاينين، المسلماني كلهم كلهم، والمغاربه في المغرب ديالنا، عيدكم مبارك سعيد علينا وعليك، الله يحفظك. من مدينه بورغومانيرو. فين حنا دابا يا سي عبد الكبير؟ نحن نتواجد هنا في محطة الوقود في باروسارو عند الأخ معاد اللي رحب فينا مسكين ودارنا هذه الوليمة، هذه المناسبة الكريمة ديال العيد الفطر المجيد إن شاء الله. الله يجازيك بخير الأخ الكبير، بارك الله فيك. نحن كل شيء مسلم. ديما يا موري. كي يديروا راه يعطيو لك. سيونس عيد مبارك سعيد. الله يحفظك خويا. بارك الله فيك. تلقى راسك في يوتيوب. سي معاذ شي كلمه. صحتكم، عيد مبارك سعيد كاملين، ومرحبا بكم عندنا وكلشي ديالكم. الله يخليكم. مرحبا. بارك الله فيك. الله يخليك. ان شاء الله ان شاء الله مستقبلا غنجي ندير معك شي فيديو، لان كاينين عده اصدقاء كاينين غيجيو من المغرب ان شاء الله، وباغيين يديروا مشاريع هنايا في اوروبا وخصوصا الطاليان، باغيين يدخلوا، يعني الناس باغيين يجيبوا فلوس ويدخلوهم يستثمروهم هنايا ان شاء الله، وتعطينا معلومات كيفاش غي يعني ديروا مشروع ديال بنزيناي. ان شاء الله مرحبا بهم، الخير كل موجود، يعني المشاريع عندنا متوفقه، يعني لي زوكازيون كاينين الحمد لله، يعني كاين الانسان في الدار، المهم خصو بنادم يعرف فين يحط يدو، صافي فين يحط فلوسه. داك الشيء. المهم الطاليان كاينه فيها الخدمه الحمد لله، والحمد لله والشكر. الحمد لله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. السلام عليكم، تحياتي. سي نبيل. سي نبيل شي كلمه. جزاك الله خير. الله يحفظك. قرب لينا السكه، قرب لنا وصاحبك حداك. خير ان شاء الله، بارك الله فيك. الله يجزيك اخويا. شي كلمه. ذكرنا في بلاسكوالا. ذكرنا صاحبي، ذكرنا في الايام لاسكوالا. حول ولا قوه. توكل على الله، جزاك الله خيرا، سلم لي العائلة كاملة، بارك الله فيك. الإخوان باش الناس اللي متبعينا إن شاء الله، باش نوريكم ميو فيديو. نتواجد اليوم يعني في محطة بنزينايا. السلام عليكم. هذا هو المشروع اللي داير الأخ معاذ إن شاء الله، ومستقبلا إن شاء الله غادي نوريكم المعلومات اللي خاصكم تعرفوا باش ديروا بحال هذا المشروع، يعني وخصوصا الناس اللي عندهم فلوس في المغرب باغيين يدخلوهم لأوروبا وغادي يستثمروا. إن شاء الله مستقبلا غادي نهضروا مع الأخ معاذ باش يعطينا عدة معلومات كيفاش نديروا لهذا المشروع هذا. هذا الشيء اللي كان. تحياتي والسلام عليكم.